يصل مياه الأمطار إلى ما يقرب من 10 سنتيمترات، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل في الولاية. تسببت الأمطار الغزيرة رافقت العاصفة في جنوب كاليفورنيا في حدوث إفرازات عارمة وانهيارات أرضية طولية، مما أدى إلى إحراق مئات المنازل. كما توقفت خدمة القطارات على طول الساحل، وتم إغلاق المدارس وإلغاء نحو 240 رحلة جوية. هذا وقد اجتاحت الفيضانات جنوبا في مدينة سانتا كروز جراء تواصل هطل الأمطار المصاحبة العاصفة، فيما انقطع التيار الكهربائي شمالا في ولاية واشنطن، حيث من المتوقع أن تبدأ تلك العاصفة بالحصار التدريجي في غضون ريحات والتلاشخ في التوه. لكن مع انفراج بضعة أشهر فقط على إقامتهم فيها عفوا في البوندسليغا. هذه المباراة دونتي ils sont imprimés. Organization. If it wasn't for me, دبي فترو كيميكال بيز الواجهة الجاية.